ولكن أبي لا يقل وسامة عن تيتو. انظر إليه، إليكم هذه الأناقة، إنه وسيم جدا، لن يتمكن أحد من معرفة أي منكما هو العريس. تعرف لماذا؟ لأن هذه هي ابنتي التي لا تسبب المشاكل. تعلم، إنها رائعة. حسنا لنسرع لأن الوقت متأخر. هيا بنا، هيا لنسرع. تفضل أليسيا، تفضلوا. هيا أمي، يكاد يتوقف قلبي. خالتي، هل رأيت الكنيسة؟ لا، لم أرها. هل زينتها جيدا؟ أي مشكلة هي هذه؟ المهم ألا يفقدوا صوابهم، هذا ما أتمناه، ألا يفقدوه. استر يا رب. يؤسفني جدا ما حدث بيرلا، خصوصا أن هاري هو السبب في توريطك بهذه المشكلة الكبيرة. لا لا، لم تكن غلطته أبدا. بل هو المذنب، لأن قريبي لم يحترس من الذهاب إلى منزل تلك الفتاة. كان يريد رسومه، ذهب لاستردادها. رأيت ما أصابه. للأسف، من سوء الحظ أن ذاك الرجل عاد حينها. كان عدوانيا غوادالوبي، أخرج سلاحا، كاد أن يقتل هنري لو لم أضرب. أعرف ذلك، لكنك تصرفت بشجاعة وأنقذت حياته. كان يريد أن يضحي لأجلي، نحب بعضنا. هذا جميل جدا، أتمنى أن تستطيع الدفاع عن هذا الحب لتكونا سعيدين. أشعر بالخوف أمامي تلك المحاكمة المعلقة والاتهام، وإذا حكموني سيلقى بي في السجن. يا إلهي، ماذا لو مات ذلك الرجل؟ لا تفكري بالأسوأ بيرلا، صلي والجأي إلى سيدتك غوادالوبي فهي تساعدك. صحيح، وأيضا أريد الاستعانة بمساعدتك، لأن أمي لا يعتمد عليها، أعني تعرفين الأسباب. أريد أن تساعديني، أحتاج إليك. أنا معك بيرلا، اعتمدي علي، لا داعي للحزن، كوني واثقة بأننا جميعا سوف نكافح لأجلك. يجب أن أدخل إلى الكنيسة. ماذا؟ الكاهن ماذا؟ هو شقيقها. لا يهم أن يكون شقيقها الأب أو الإبن، لا يهم. شقيق الفتاة. لن يحدث شيء تيتون، احتفظ بهدوئك. لا أريد استعراضا أمام الناس، لا أريد استعراضا أمام الناس. هيا إلى هناك، هيا لندخل بسرعة. هيا هيا تعال. هيا أنت أيها السفاح، ماذا تفعل هنا؟ تريد أن تتسلوج. لن يتم هنا أي سفاح، قلت لن يتم هنا أي سفاح. أرجوك ابتعد سيرجيو، ابتعد. لن يتزوج أبدا، بل سوف يرى، سوف يرى. يبدو أن غوادالوبي مهتمة بمشكلة بيرلا. ربما تستغرب أنني طلبت منك المجيء للتحدث، لكني أقدم المساعدة. علني أستطيع بتجربتي أن أساعدك بالقضية. تساعدني؟ أنا؟ طبعا، أفعل ذلك لأجل غوادالوبي أيضا، ولأني أشفق على تلك الفتاة، فهي في هذه الورطة لأنها ساعدت هنري. أريد أن أكون صريحا، ما يفاجئني هو موقفك بالذهاب وتسليم تلك الفتاة إلى السلطات لتقول الحقيقة. لم أتصور يوما أنك تستطيع الاعتراف بمعنى العدالة. حسنا، ربما لست سافلا للدرجة التي تعتقدها، لكن من جهة أخرى ما قمت بعمله، ما فعلته أنا يتعلق بي، وربما ستفهمني أكثر إذا فكرت بما يشعر به طفل حين يرى كارثة تحل بأهله وببكائه وفقدانه لبيته وخسارة عائلته. تعرف لماذا؟ لأن عائلة سامبرانو أرادت انتزاع ثرواتهم بسبب الطمع الذي لا يشبع. أناس بلا ضمير وبدون رحمة، وتلك الجرائم لم تأخذ عقابها. ما كنت لأسمح بأن يستمر هؤلاء بالتمتع بالحياة بهدوء، لذلك ارتأيت أن أنفذ العدالة بيدي. لكنك بلغت كثيرا بالنيل من الأبرياء،
عندما يطفح الكيل عادة ليس من حل آخر. ولكن ما هو ذنب الأولاد وغوادالوبي من بينهم؟ كانوا هم الأبناء، ولم أرى سببا للشعور بالرحمة، لأني تعذبت بلا رحمة رغم براءتي. وغوادالوبي هي ابنة إسكيل سامبرانو، الوريثة لكل ثرواته. ربما كانت ضحية لإسكيل سامبرانو، كما أرى أن غوادالوبي فتاة ضعيفة جدا وحساسة، وكل ما يمكن أن تثيره هو الشفقة عليها. كان يجب أن أفي بعهدي، لم يكن بوسعي الإحساس بالشفقة. كان يجب أن أصل إلى النهاية وأحطمهم جميعا، ويبدو أني فعلت ذلك، غير أن هذا الانتقام حينها لم يجعلني أشعر بالسعادة، ترك في حلقي طعم المرارة. لماذا؟ لأن حقدي على غوادالوبي تحول إلى حب فعلا. لأول مرة أتفهم عدم جدوى تصرفاتي نحوها. هل تعني بذلك أنك نادم؟ فيما يتعلق بغوادالوبي نعم، أما بخصوص الباقين فعلى الإطلاق. هل أخبرت غوادالوبي؟ نعم، لكنها لم تسامحني مع أني حاولت كثيرا. لقد سببت لها الأذى وحطمت أكبر ما كانت تشعر به تجاهي. لا جدوى من ذلك، انتهى كل شيء، ولكن بقي هذان الشابان بيرلا وهنري. ما تزال أمامهما فرصة للتخلص من عواقب ما ارتكبه آل سامبرانو ورغبة الانتقام لدى آل مندوسا. صحيح، أرى ضرورة أن أساعدهما لأنهما شابان بريئان والكراهية لم تلوثهما، وربما يحولان الكراهية التي كانت سائدة قبلا إلى حب. حينها يعالج كل شيء بالحب والسلام. ولكن أنت وغوادالوبي، لم يساعدنا حتى الطفل الذي ستنجبه. ما زلت تحبها؟ لم يعد هذا مهما. على كل، أشكر لك العرض الذي قدمته بشأن بيرلا. أنا بتصرفك كمحام، أطلعني على ما يحدث. طبعا مساء، شكرا. إلى اللقاء. اسمعي، أنا سأخرج إلى زفاف قريبي. شكرا. عودي إلى السيارة، أسرعي أسرعي. لا تسأل واسمع نصيحتي، عودي إلى السيارة، ادخل أنت معها واذهبا بسرعة. هناك مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. لماذا؟ حذري حذري، هيا هيا ابتعد فيرمين، ألغي الزفاف، ألا تفهم؟ ألغي الزفاف، هيا 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 أسرع، اذهب. أين تذهب؟ سأخرج. إلى أين كارلوس؟ إلى أين؟ اهدأ لويزا اهدأ. لا أظنك تستعد للذهاب إلى زفاف ابن سيرجيو. لا لويزا، لسنا مستعدين لهذه المناسبات الاجتماعية. ظننت ذلك، فهم حتى لم يدعونا. هكذا أفضل. أين تذهب بالبذلة؟ أين ملابس المتشردين؟ لهذا لم تحصل على وظيفة، من سيقبل بتوظيف شخص مثلك أنت؟ من الواضح أنك عديم الاهتمام بنفسك، لن تحصل يوما على شيء. أنت مخطئة، سأذهب الآن بالتحديد إلى مكاتب المؤسسة. غوادالوبي أبلغتني بإمكاني عودتي للعمل. لا تعرف عزة النفس كارلوس، بعد أن طردتك وأهنتك سوف تعود إلى هناك رغم ذلك؟ أي يا إلهي كارلوس، يبدو أنك لن تتعلم حسن التصرف. أليس لديك أدنى حد من الكراهية في حياتك كارلوس؟ لويزا، لدينا التزامات علينا أن ندفع مستحقاتنا. لا تذهب،
إنها تفعل ذلك لإهانتك ثم تقول للجميع إنها تطردك وتعيدك متى تشاء. تتصرف بإنسانية لتمنحك ما تعتبره حسن، ألا تفهم؟ لا، غير صحيح، أعرف عملي وهم يحتاجون إلي. لا تكن غبيا كارلوس، حين تذهب ستعود إلى إهانتك بمنحك وظيفة بائسة، وربما تعينك بوابا. غوادالوبي لن تفعل ذلك، وأرى أن رغبتها بمساعدتنا هي حقيقية. اسمع اسمع، أنا أفضل أن أموت من الجوع على أخذ شيء من تلك اللقيطة، أتفهم؟ سأموت جوعا. لا بأس، أرجوك كفى، إن كنت ستتصرفين هكذا لن أذهب، انتهى الأمر، كفى. سوف تعود إلى المؤسسة فعلا، لكنك سوف تعود سيدا لها إلى جانبي أنا، وحينها سوف أتولى أمر طردهم جميعا، هو هي وكل الذين قبلوا بها. أنطونيو، أنطونيو من بينهم لأنه قام بخيانتي، هو سيكون أول من يرحل. بابا، ما زلت هنا؟ أتيت لأبدل ملابسي كي أذهب إلى زفاف تيتون، ظننتك هناك. فكرت بالذهاب، أعني ذهبت إلى هناك، وصلت متأخرا إلى الكنيسة، وحين وصلت لم أجد أحدا، وعلمت هناك أن فضيحة تسببت بإلغاء زفاف السعيد. ماذا؟ ماذا حدث؟ اتصلت بسيرجيو، سيرجيو أجابني بأن تيتون سبب الأذى لفتاة حملت منه، و على كل أتى أحد أفراد عائلة الفتاة إلى الكنيسة ليواجهه، وهناك وقعت الاشتباكات. واو، إذن من الأفضل أن أذهب إلى منزل خالة أليسيا. ولماذا؟ يمكنك أن تتصور المشكلة التي تثار هناك الآن مع والدي العروس. كيف يفعل بذلك تيتون؟ كيف استطاع؟ ماجي اسمعي، حاولي أن تهدئي الآن وأن تنسي كل ما حدث، حاولي. لا أستطيع، لهذا كان متوترا عندما ذهبنا إلى الكنيسة وشاهدها تشينا. لهذا تشينا، هل كنت تعلمين؟ أنا الحقيقة أنني علمت في اللحظة الأخيرة فقط. تيتو اغتصب فتاة أثناء خطبتنا، أفسد حفلة زفافي تشينا، أفسد زفافي، وكم كنت متحمسة ببستاني وطرحة الزفاف. انتهى الأمر، وصلت في الوقت المناسب، وما حدث هناك يشبه الأفلام فعلا، وانتهك حفلة الحصاد. ماذا فعلت خالي؟ ماذا فعلت؟ أشبعت ذلك السافل باللكمات، ولو لم يبعدوني عنه لكنت قتلته، ولم أتردد أمام والديه وأمام الحضور في أن أقول له كل ما خطر في بالي، جعلته أشبه بنعل الحذاء. يا إلهي، أي فضيحة هذه؟ لم تأتي الشرطة لحسن حظنا. شيء، ولكن هل تزوج؟ أي سؤال هذا؟ كيف يتزوج؟ لم يستطع دخول الكنيسة، دخلت للتحدث قليلا مع خوان بابلو، لهذا تأخرت. يمكنك أن تطمئني لوسيتا، لم يتم الزواج اليوم ولا أظنه سيتم أبدا، لن يتزوج إطلاقا. فعلتم كل شيء دون تشاوري معي، أخبروني من صاحب الفكرة. أنا يا ابنتي. لماذا تفعلين ذلك؟ لماذا لم تسألين أولا خالتي؟ لماذا؟ لماذا تتدخلين دائما في حياتي؟ لوسيتا، لا تحدثيها هكذا لوسيتا. بلى بلى، أريد إجابتك. لماذا تتدخلين في شؤوني دون مشورتي؟ لماذا تتركين لي بسلام؟ لماذا؟ لماذا أنا مضطرة دائما لتحملك؟ لماذا؟ سوف أعطيك أنا الجواب عن أجديتا. لا تشيو، فلتعلم ذلك نهائيا. تعلمين لماذا؟ هي تفعل كل ذلك لأنها والدتك، والدتك الحقيقية.
ستخرجين في هذا الوقت المبكر أيضا؟ نعم، سأذهب إلى الجامعة كي أحضر برنامج الحصص. هكذا، بأية سهولة تتهربين من واجباتك. أنت كأمك تماما، خرجت بكل هدوء إلى السوبر ماركت وتركتني متورطة بتحضير الفطور. تتصرفان بدون مسؤولية وتعتقدان أنكما صاحبتا هذا المنزل. لكني قدمت الفطورة إلى السيدة دلفينا والأنسة دانييلا. صح، ولكن بقيت زوجان السعيدان، الأميرة ديانا والأمير عشيقها، لنرى متى سيشرفان بالنزول كي نتمكن من تنظيف الغرفة. من الأفضل أن تبدأ بغرفة الجدة، لأن السيدة ديانا تتحدث مع الأنسة دانييلا وستبقيان طويلا. صحيح، ليتك تعرفين ما سمعته فوق، لا يمكن أن تتصوريه. أخبريني، هيا أخبريني. لابد أنها أخبار لا أعرفها، أخبريني أسرعي. دانييلا اتصلت بتشينا لتعرف أخبار حفل زفاف أخيها تيتون. حسنا، وتشينا قالت أن الحفلة لم تتم ولم يتم الزواج، وأثيرت فضيحة في الكنيسة. يا إلهي، أي خبر؟ وقعت فضيحة في الكنيسة؟ هذه أخبار جميلة. الآن يجب أن أذهب، لأني إن لم ألحق بالمترو عندها سوف أتأخر. لحسن حظك حياتي أنك تخلصت من الخدمة طوال اليوم لتصبح سيدة من الدرجة الثانية، ولكن حذري وتمتعي بذلك طالما استطعت، لأن هذه العجاء لا تعطي شيئا مجانا. السيدة غوادالوبي تريدني أن أتفوق بدراستي لأعمل بعدها في إحدى شركاتها. لا تعرفين ما ينتظرك هناك، سيستعيدون منك ما أخذته. هذه المرأة تعرف كل شيء، ربما أصلح لها قدمها، غير أن دماغها ما يزال ملتويا. سيرة، ستخرجين؟ نعم، لقد فطرت وأنا بانتظار السائق. هل أوصلك؟ لا شكرا. غوادالوبي، أريد أن أشكرك لاهتمامك البالغ بموضوع بيرلا. كنت بالأمس مع المحامي إنفانتي فعلمني بأنك طلبت منه أن يعرض مساعدته في القضية. صح، إن بيرلا تستحق ذلك. كنت أفكر بالدفاع عنها، لكن بالتأكيد لديه تجارب أوسع ويفيدني جدا بنصائحه لحل الموضوع. لقد تحدثت مطولا مع أنطونيو، أظن أننا لم نتحاور من قبل بهذه الطريقة بدون أي شجار أو صراخ أو أن يهاجم أحدنا الآخر. كان يحدث ذلك بسببك أنت، لأن أنطونيو شخص بالغ الاتزان، عادل جدا وشريف للغاية. حسنا، ربما شعرت أنه يتفهمني للمرة الأولى. ألفريدو، لا تبحث عن أعذار تبرر بها تصرفاتك. لا أبحث عن أي مبررات، ولا أريد مناقشة هذه الأمور معك. في الواقع كلانا كنا متفقين على موضوع واحد، يجب إنقاذ هنري وبيرلا من عواقب الجريمة والانتقام الذي تورطنا به جميعا. فعلا، هذا أيضا ما أعتقده، على الأقل كي لا يكونا ضحيتين أخريين، ألا تظن ذلك؟ اسمعي، ألا يسرك أن ترى كيف يمكن للحب أن ينتصر على الكره؟ غوادالوبي، بما أنه ما تمكنا من ذلك، لا أرى ما يجعلنا نفشل في الأمر. نحب بعضنا غوادالوبي، رغم الغضب الذي نشعر به نحب بعضنا، ورغم إساءتنا لبعضنا البعض، رغم تلك الرغبة الحمقاء في أن يجرح كل منا الآخر ويهينه، ورغم كل تلك الأمور التي حدثت في الماضي والتي تحدث الآن أيضا، خصوصا هذه غوادالوبي، نحب بعضنا. اسمع ألفريدو، هذه مسائل. غوادالوبي، لا تنفي ذلك، أفهم أنك ما زلت غاضبة، لكنك ما زلت تحبينني، وأنا أحبك أكثر من قبل. ألفريدو، غوادالوبي، لماذا لا نحاول أيضا أن ننقذ حبنا؟ لماذا لا تتحقق تلك الأمنية الجميلة؟
أجيبي بنعم حبيبتي، لما تقاومين؟ أجيبي، لا أريد سوى كلمة واحدة، أجيبي أرجوك. انظري، لدينا الحصة نفسها في هذه المادة. انظري، وهذه أيضا. وفي الرياضيات. وفي الرياضيات أيضا، صحيح. لم أنتبه. الرياضيات تعجبني كثيرا، إنها من مواد المفضلة. آه، رائع. أتعلم أنها من الصدف أن نكون في حصص مشتركة حتى أساعدك؟ آه، ممتاز. لكني أريد أن أحذرك، يجب أن تتحلي بالصبر معي، لأني غبي جدا في الأرقام، بل أكثر من غبي. لا، سوف ترى العكس. نستطيع الدراسة في منزلك، لماذا لا تعطينني رقم الهاتف كي نتفق؟ عفوا، لم أقصد التطفل، بل لا، أعذرني أنت، لأن أمي لا تحب أن يتصلوا بي، لا أستطيع ذلك. لا داعي للقلق، أتحدث معها. سأقول اسمعي سيدتي، ما اسمها؟ إدلميرا. إدلميرا، أقول اسمعي سيدة إدلميرا، مساء الخير، اسمي ويلي، وأنا في الجامعة مع ابنتي. لا لا لا، لا تكمل من فضلك، لا تكمل. اسمع، أفضل أن لا تحاول الاتصال بمنزلي، أعرف أنك لا تفهم، ولكن لا، لكني أتصور طبعا، أعرف أنه لديكم صديقات ومعارف يتم اختيارهم بحذر، وأظنهم لن يسمحوا لك بالذهاب معي إلى السينما أو إلى الشاطئ، أليس كذلك؟ ألا يمكنك أن تطلبي من إحدى صديقاتك أو إخوتك أن يذهب معنا؟ ليس لي أي إخوة. ليس لك أي شقيق؟ لا، أنا وحيدة. مسكينة فعلا، لابد أن ذلك محزن. فعلا، دائما أشعر بالوحدة. السيدة تشعر بالوحدة وتشعر بالحزن. هل تشعر السيدة بالوحشة في منزلها الزجاجي؟ لا تقل أشياء كهذه. ولم لا، إن كنت بالنسبة لي سيدة. الوقت متأخر، ومن الأفضل أن أذهب. لا بأس، اعذريني، لا بأس، لم أقصد، ولكن هل أراك غدا من فضلك؟ أتمنى أن أدعوك إلى منزلي، لكني أعرف أنك سترفضين. ستجيبين بلا دون شك. أتصور أن والدتك ستموت خجلا إذا رأتك تأتين مع شخص مثلي هكذا، هكذا ليس من فئتها أو طبقتها. تكلمي، لا تنظري هكذا، لا أريد سوى كلمة واحدة حياتي، وبها ستفتح السماء أبوابها لنا، أبواب السعادة التي وعدتك بها ذات يوم. فكري حياتي، فكري بما يعنيه أن نعود معا. تذكرين تلك القبولات وتلك اللمسات وتلك اللحظات من الجنون معا وحدنا مرة أخرى؟ سيصل السائق بعد قليل، سأنتظر خارجا. هذا لا يطاق، أن أفتح بابا في منزلي الخاص وأفاجئك في مشهد رومانسي مع هذه المرأة. هذه المرأة هي زوجتي، وهذا أيضا هو منزلي. ظننتك لا تريدها. ماذا؟ كنت تحاول إقناعها؟ هذا يكفي من فضلك. لهذا أتيت بها؟ كي تكون قريبة منك ولإيجاد لحظات كالتي رأيتك فيها؟ حسناً، هذا يكفي، لا تعامليني كأني طفل تراقبين كل خطوة لا. أقوم بها. ولهذا أتت هي أيضاً بكل تأكيد، لأن كل تمنعها ليس إلا تمثيلاً لتبقى على اهتمامك بها ولتستمر بمطاردتها. تعلمين، أظن أنك مخطئة جداً، لا تعرفين إلى أي حد غوادالوبي ترفضني. أكاذيب. بل الحقيقة. بل أكاذيب ليست سوى أساليب تلجأ إليها، ويجب علي أن أعترف بأنها تسيطر فعلا. انظر إلى الحالة التي أنت عليها. عمتي، أرجوك، لا داعي لأن نعود الشجاع. أريد أن أذكرك ألفريدو، لا تنسى ما تحدثنا به، ولا تنسى ما وعدتني به. قلت إن كل ما يعنيك من الأمر هو الطفل الذي ستنجبه،
وأنا قبلت بها تحت هذا السقف ضمن هذه الشروط وحدها. سننتظر أن تلد ثم نحمل الطفل بعيدا. لا تنسى ذلك، أحذرك ألفريدو. لماذا؟ لماذا؟ هذا كثير علي. أولا ما أصابني، وثانيا كوني حاملا، والآن هذا. هذا أعلم بأن المرأة التي كنت أعتقدها أمي ليست أمي. يا ابنتي أعرف كل ما تشعرين به، أفهم أنك الآن يائسة، ولكن لما خدعتموني؟ لما لم تقولوا الحقيقة؟ لما جعلتموني أعيش بهذه الكذبة؟ كانت أجاديتا نفسها من أراد ذلك ماريلوسا. لماذا؟ ما الذي يجعلها ترفض أن تعترف بأنها أمي؟ ولما قبلت أنت؟ في تلك الفترة كانت أختي لا تزال شابة، سيطر عليها الخوف لفعلتها. تعرفين خوفها من ماما. جدتك كانت سيدة مستقيمة، تصوري كيف تكون الحال في كنف عائلة مثل عائلتنا أن تكوني أما عزباء. ولأجلك أيضا تأكدي، رأينا أن ذلك أفضل بالنسبة لك ماريلوسا. ليس عدلا، ليس عدلا. لم تأخذوا بالاعتبار أني يوما ما سأنتبه للأمر وأني سأتعذب، وها أنا أتعذب. لم نكن نعتقد أن ذلك السر كان سينكشف. كنت سأطلعك عليه وأنت طفلة، ولكن لا، كان الوقت يمر بسرعة، وبعدها اعتدت على أن أعاملك كابنتي لي، بل أكثر، كنت أنسى أنك لست ابنتي. لكن أجاديتا تعذبت كثيرا ماريلوسا، ويجب أن تعي ذلك يا ابنتي. لا تكوني بالغة القسوة معها. وكيف، كيف ولدت أنا؟ ماذا حدث يومها؟ أريد أن أعرف ذلك. هذا الموضوع يجب أن تحدثك هي به. في أي ساعة؟ لا بأس، أنتظر. اتفقنا، إلى اللقاء. ماذا تفعل هنا؟ لمن تتزينين؟ طرحت عليك سؤالا. أريد التحدث معك، لكني مشغولة. من فضلك غوادالوبي، يجب أن نتحدث بجدية. كف عن التصرف كالأطفال. أريد إنهاء الحوار الذي بدأناه صباحا. وطلبت إذنا من عمتك؟ أم أنك ألفريدو تأتي بالخفاء عنها؟ لنتحدث بجدية غوادالوبي. ألفريدو، أما زال بيني وبينك شيء نتحدث به؟ غوادالوبي، كنا اليوم قريبين جدا، وجدتك بين ذراعي وظننت أننا. ما الذي كنت تظنه؟ كنت فقط أنتظر السائق. غوادالوبي انتظري، أنت تجرحينني وتعلمين ذلك جيدا. مع ذلك صباح اليوم شعرت بك قريبة، شعرت بأنك تستسلمين لعواطفك. لما تتحولين فجأة إلى غوادالوبي التي تجرحني وتحاول أن تكرهني طوال الوقت؟ لم تلاحظ بعد أن غوادالوبي الحقيقية هي هذه التي تريدك أن تتعذب مثلها؟ أوكي ألفريدو، تعتقد أنني سأذوب بأربع كلمات جميلة؟ كفي عن هذا الأسلوب من فضلك.
سوف تدفع ثمن كل الأذى الذي سببته لي، والمهانة، وكل الاستخفاف والألم الذي سببته. لما تجبرني على العيش معك في ذاك المنزل إلى جانب المرأة التي تكرهني والتي لا أطيقها ألفريدو، بدل أن تمنحني حرية؟ لماذا تريدين حريتك؟ لماذا تريدينها؟ هذا الأمر لا يعنيك أبدا. كي أفعل بحياتي كل ما يحلو لي أن أفعله. أسمعت كل ما يحلو لي؟ عفوا، أنت مشغولة؟ لا ريكاردو، لنحن غوادالوبي، انتظري، أريد التحدث معك. ألفريدو، لا أجد مزيدا من الوقت أخصصه لك. أه، والحوار الذي كنا قد بدأناه انتهى هنا. وداع. مين منا ما بيحب ينقل؟ ها فعلا أنيسة دانييلا، أنا سعيدة، وأخيرا نلت ما كنت أتمناه، أن أدرس في الجامعة وأشعر بأن مستقبلا ينتظرني. وتأكدي من أني سأبذل كل جهدي، سأكون أفضل تلميذة. ممتاز، وماذا ستدرسين؟ إدارة الأعمال. واو، وهل قبلوا بك؟ نعم، لدي 16 مادة في الفصل الأول. إنها كثيرة لكن سأتمكن من تحصيلها. رائع. ماذا عنك أنيستي؟ يجب أن تعودي أيضا إلى الدراسة قريبا. حسنا، مشكلتي مختلفة، لأني سأنتظر شفائي التام، وربما فيما بعد أعود إلى مقعد الدراسة. أستأذنك. تفضل. سيدة أنجلا، يسرني رؤيتك هنا من جديد. أتيتك يا أرى دانييلا. تفضلي تفضلي. أنجلا، كيف حالك؟ كيف حالك حياتي؟ كنت حزينة لأنك لم تزوريني في المستشفى. حياتي، كنت أتتبع أخبارك وصليت كثيرا لأجلك. أليخاندرو كان يخبرني دائما عنك. يسرني أن أراك بصحة جيدة. حسنا، اجلسي. كما ترين هذا هو حالي، لكني مسرورة. كل ما كان يخيفني ألا تكوني موافقة. لماذا؟ بسبب موضوع ماما. حبيبتي، وما هو ذنبك أنت في الأمور التي حدثت؟ أليخاندرو يحبك وأنا سأكتفي بذلك. انظري، اشتريت لك هدية. أشكرك أنجلا. إنها هدية لكما، أغطية أسرة رائعة. أريد أن أراها. لا 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 لا، لا تفتحيها الآن، سأتركها هنا. أنجلا، أشعر بالسعادة، أعد الدقائق والساعات حتى موعد زواجي. أتمنى أن تكونا سعيدين جدا دانييلا. تصوري ما يعنيه بالنسبة لي أن يتزوج ابني الوحيد. أنجلا، لا يهمك أبدا أن أكون على هذا الحال؟ تعرفين حياتي، طبعا كنت أتمنى لو أنك على حال آخر، ولكن لا بأس إن كانت مشيئة الله. ولكن لا داعي للقلق، أنا واثقة من أن هذا سيكون لفترة، بل أظنني بعد أيام سأتخلى عن الكرسي وأخرج على قدمي. طبعا طبعا. أنجلا، كم أنا مسرورة، ليتك ترين ثوب زفافي. اشتريته لي غوادالوب، إنه رائع. يجب أن تتزيني جيدا لأنك والدة العريس. طبعا، بكل تأكيد. صحيح أنجلا، حين أتزوج من أليخاندرو سأناديك ماما، أتسمحي؟ أجل، أريد أن أصبح وكأني ابنة لك، تلك الابنة التي تمنيت إنجابها. لا تعديها من جديد سيرة، $20 من كل واحد. أرى في ذلك مبالغة شديدة. لا تكوني بخيلة سيرة،
تذكري أنها هدية زفافي الأنسة دانييلا. حسنا، لديك هنا 15 والباقي دين. لا، فأنا أعرفك بهذه الطريقة. أنت مدينة لي ب50 دولار. ما الذي تقولينه إدلميرا؟ إما أن تضع المبلغ أو قدمي لها هدية منفردة. لا بأس، سوف أبقى مفلسة حتى آخر الشهر. إذا ماذا سنشتري لها؟ حذاءين للتزحلق. لا داعي للقسوة، كفي عن مزاحك الجارح هذا. لا يا عزيزتي، القسوة من صميم الحياة. لاحظي تلك المرأة المسكينة أنجيلا، ابنها سيتزوج من ابنة لويزا سامبرانو، مع أنها تتمنى موتها دون أدنى شك. تخيلي لو كانت العروس ديانا. أريدك أن ترى ملامح السيدة إنفانتي لأسباب تعرفينها. كفى تجريحا سيرة، لا ديانا ولا دانييلا ارتكبتا أي ذنب. عندما تلتقي هاتان المرأتان ستقع المعارك بينهما، وسينتهي كل شيء كما حدث في زفاف ابن السيد سيرجيو. علمت الآن بكل ما حدث لأني سمعت القصة من تشينا حين أخبرتها لدانييلا. وما هي المشكلة؟ لأن تيتو اغتصب إحدى الفتيات. غير معقول، مستحيل. وعندها ذهب خال تلك الفتاة إلى الكنيسة كي يقتل تيتون، وكانت الاشتباكات. يا إلهي، موقف محرج. لا بل خطير إدلميرا، مغتصب نساء. كان الفتى ينظر إلي أحيانا بملامح وكأنه يريد أن يفترسني. سيرة، لن أصدق أنك تعتقدين بأن تيتون كان... أشكر الله أني لم أمنحه أي فرصة وأبقيته عند حده. لو لم أفعل ذلك لكنت أنا التي من ستواجه هذه المشكلة مع السيد كوسكوكويلا. لوسيتا، أخبرتني إيسولينا أنك تريدين التحدث معي. لن أتحدث، بل سأسألك. أريد أن تجيبيني على عدة أسئلة أطرحها. لا بأس حياتي، ماذا تريدين أن تعرفي؟ لماذا أنا ابنتك؟ ولماذا أخفيت عني أنك والدتي؟ لأني كنت جبانة حينها، هذا هو السبب. كنت فعلا جبانة؟ لا، أريد معرفة المزيد. ولا تسكتي اليوم، لا تستمري بإخفاء الأمور. لي كل الحق بمعرفة المزيد. كيف حدث ذلك؟ هيا تحدثي. اسمعي لوسيتا، كنت حينها فتاة بلا تجربة. تعرفت إلى رجل وأغرمت به، وعدني بالكثير وأغراني، فسلمت له نفسي. أي أنك أنت صوت الطهارة وصوت القيم التي كانت دائما تحذر من الخطايا. كنت فريسة؟ صح لوسيتا، أنا أخطأت، ولكني أخطأت عن حب، وهجرني ذلك الرجل. اختفى من حياتي عندما علم بأني أنتظر طفلا. وعندما ولدت لم تجرئ حينها على الاحتفاظ بي، فسلمتني لغيرك. سلمتني وكأني مجرد حيوان مزعج في المنزل. لا تقولي هذا لوسيتا، لقد تألمت كثيرا حين وضعتك بعناية أختي الوحيدة كي تتمتع بحياة عائلية طبيعية، كي يعترف بك الناس ولا تمر بموقف محرج لأنك ابنتي لمجرد أم عزباء. لكني كنت أفضل ذلك بدل هذا الخداع وهذه الأكاذيب. يا ابنتي، صحيح أني أخطأت، أعترف بأني ارتكبت خطأ كبيرا، لكني تعذبت كثيرا يا ابنتي. وأنا أتعذب الآن أكثر لأني علمت بهذا الأمر في هذه الظروف، لأشعر بمزيد من الأسى، وليصبح الألم الذي أشعر به أكبر من قبل.
يا إلهي. ماريلوسا اعذريني يا ابنتي، اعذريني، أتوسل إليك حياتي. لا لا أستطيع أن أعذرك يا ابنتي من فضلك. لكنك تخليت عني عندما ولدت، إذا لا تناديني يا ابنتي. لا أريد أن أكون ابنتك، أنا لست ابنتك ولن أكون أبدا. لا أريد أن أكون ابنتك. ماريلوسا يا ابنتي اتركيني، دعيني دعيني وشأني، اتركيني. نتائج المقابلة كانت إيجابية، لم أتوقع منحنى هذه القروض، ولكنك تعاملت مع الأمور بذكاء كبير واحتفظت بهدوئك وشرحت كل شيء بوضوح وتمكنت من إقناعهم جميعا. لو أن هذا حدث في ظروف أخرى لكنت ارتبكت كثيرا. إنما هل تعلم؟ بدأت أعتاد على مواجهة أي نوع من ظروف الحياة. ليتني تعرفت بك من قبل. والآن إلى أين سنذهب؟ أظن أن الوقت متأخر جدا للعودة إلى المكتب. فعلا معك حق. أكون شاكرة إن أخذتني إلى المنزل ريكاردو. لدي فكرة أفضل. صحيح؟ ما هي؟ سأقوم بخطفك. السيدة غوادالوبي لم تصل؟ لا سيدي، لا يوجد أحد في المنزل. السيدة أوليفيا والأنسة بيرلا خرجتا معا. لا بأس. هل أحضر المائدة كي تتناول العشاء وحدك؟ أم ستنتظر السيدة؟ سأنتظرها. حسنا سيدي، بالإذن. أين كنت؟ في نزهة. أين كنت ومع من؟ اسمع ألفريدو، لست مجبرة على إبلاغك بما أفعله ومع من أفعله. أعرف مع من كنت الآن، مع المغفل ريكارديتو. اسمع ألفريديتو، بما أنك ترغب جدا بمعرفة ذلك. فعلا وهو ليس مغفلا. سأخبرك بأمر غوادالوبي، لن أسمح لك أبدا بالتقليل من احترامي بخروجك هكذا مع رجل. إن كان لا يعجبك فالعلاج بسيط جدا ألفريدو. هذا ما تريدينه فقط. هذا ما تريدينه صح؟ تريدين استفزازي؟ أنصحك بأن لا تصري لأني لا أفكر بالتنازل.
فليكن، إذن لا تحتاج ولا تستمر بإزعاجي. بيننا اتفاق يجب أن تنفذيه حتى النهاية، وإن شئت أعاملك بالمثل. هذا ما سأفعله. أين تذهب ألفريدو؟ سأبحث عن امرأة أخرى. وصلتنا سلة أخرى. يا إلهي ما أجملها! وهذه من أرسلها؟ لنرى البطاقة، انتظري. من السيدة غوادالوبي. وتلك الباقة من عائلة إنفانتي صح؟ صحيح، هذه من السيد رودولفو والسيدة ديانا. ثلاث سلال وليس أكثر. كان الأمر مختلفا حين تزوجت الابنة الكبرى للعائلة. كان كل من يدخل القاعة يظنها محلا للأزهار ويصاب بالدوار من رائحة الأزهار الكثيرة. ربما، ولكن هذا الزفاف يضم العائلة وحدها. لا، بل إن هذه العائلة بدأت تنهار إدلميرا. وقعت فيها فضائح كثيرة لدرجة أن المجتمع الراقي أدار لها ظهرة. لا أدري إن كنت سأستمر في الخدمة لدى عائلة لم تعد مرموقة. يا إلهي، أية خادمة أرستقراطية هذه. يا ابنتي، سوف أسمع صراخك حين لا يدفعون أجرك. ففي هذا المنزل المليونيرة الوحيدة هي السيدة دلفينا، والعجوز المسكينة لا تدري أن تضع قدميها. أما الباقون جميعا من السيد رودولفو نزولا نحو الأسفل فلا يملكون قرشا واحدا. السيدة غوادالوبي ورثة الأموال واسم العائلة، وقريبا ستكون في هذا المنزل. تظنين حقا أن العرجاء ستعود إلى هنا إدلميرا؟ هذا مؤكد، لأنها تجري معاملة الطلاق من السيد روبنسون. لننهي هذا الحوار، لدينا أشغال كثيرة وحفلة الزفاف ستجرى باكرا. ليته يمكنني الذهاب. أتشوق لأن أرى ماذا سيحدث عندما يلتقي جميع هؤلاء الناس في الكنيسة وتأتي السيدة لويزا. تظنين هذه مناسبة؟ نعم كارلوس. كارلوس، لا أود أن أذهب، قل لهم أني مريضة. كيف؟ أنت مجنونة؟ كيف تغيبين عن زفاف ابنتك؟ لا يمكن أن تسبب الحزن لها، يكفي ما تعانيه. اشتريت لها شيئا؟ كارلوس، من أين سأشتري لها شيئا؟ يجب أن نقدم هدية. صحيح، دانييلا تعرف ظروفنا جيدا. أعطيها إحدى مجوهراتك. إحدى مجوهراتي؟ بقي القليل منها. ولا كارلوس، يجب أن أحتفظ بها كي نجد بعض النقود حين ينتهي ما لدينا. كما أني أظن أن قريبتها العزيزة الوريثة ستشتري لها كل ما تحتاجه. انظري، انظري ما أجمله، إنه رائع. لنرى. يا إلهي، هناك المزيد هنا. دعيني أرى، دعيني أرى. هذه تبدو أجمل من الأخرى. وأحلاها. دعيني أفتحها. سيجن أليخاندرو بهذا. غوادالوبي اشترت كل هذا، ما أجملها. اشترت مجموعة كاملة لغرفة النوم يا شقيقتي. هي جميلة. دعيني أرى. انتظري لحظة، ولكن هناك المزيد. انظري كل هذه الألوان. يا إلهي، واو، رائعة. إنها تبالغ. انظري هذا. ولكن ديانا، هذا كثير جدا. جميل. كم أصبحت مختلفة غوادالوبي. ترى هل كان التحول جذريا أيضا في أعماق نفسك؟ أحيانا أعتقد أنك ما زلت الساذجة نفسها، لا ينقصك سوى أحلامك وتخيلاتك الشهيرة. لا أدري إن كانت خيبة الأمل حرمتك من القدرة على الحلم، أم أنك تشعرين بالخوف رغم شجاعتك الظاهرة. لا، لا يمكن أن تسمحي لنفسك بالانجراف وراء أحاسيسك وراء رومانسيتك. طالما تتظاهرين بالشجاعة لن يجرحك أحد، لا أحد.
تبدين جميلة. أكثر جمالا من المرأة التي وجدتها أمس؟ مع من كنت ألفريدو؟ قل لي، مع من كنت؟ Noches tan largas y sin estrellas, un rayo de luz la guía, también la cuida está con ella. Su vida no es nada fácil, pero la vive con.